احنا كمحاضري بغداد عندنا قسمين، قسم محاضرين كانوا يحاضرون بالمجال لسبع سنوات، ثمان سنوات، ست سنوات مجانا. عددهم في بغداد في ست مديريات 16,000 محاضر. نعم. بموازنة 2021 صدر قرار من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحويل المحاضرين المجانين إلى عقود حسب قرار 130 براتب مقطوع قدره 250,000 دينار. نعم. تعاقدوا على هاي 250 بسنة 2021. في بغداد أكو خريجين أيضا باشروا بالمدارس بس ما صدرت لهم أوامر إدارية. نعم. دول بقوا شغلتهم معلقة، لا تعاقدوا ولا صدرت الأوامر إدارية وما باشروا بالمدارس، فقط كتاب عدم ممانعة من المدارس هذا موجود عندهم وخلص. نعم. سنة 22 إجا سيد حاكم الزاملي بقانون الأمن الغذائي وحسن الكعبي كرئيس الجمالية حول المحاضرين إلى قرار 315 بعد ما كان راتبهم مقطوع 250,000 دينار، حولهم إلى سلم رواتب قرار 315 يبدي من 415,000 ويصعد. نعم. ذول الخريجين اللي ما صدرت لهم أوامر إدارية في بغداد واللي ما رفعت أسماهم إما سهوين أو خطأ ظلوا يتظاهرون. نعم. واعتصموا عدة مرات، بالتالي استحصلوا موافقة قانونية مجلس الوزراء بإصدار أوامر إدارية بشرط لمن لديه مباشرات قبل تاريخ 1/5/2020. نعم. فقط. جت النائب عالي صيف، طبعا هذا قرار مجلس الوزراء حاصر الإصدار أوامر إدارية لمن قبل تاريخ 1/5/2020. نعم. انت كمكتب عاليا صيف شلون تفتحين للخريجين اللي هم ما عندهم اصلا مباشرات ولا هم عندهم عدم ممانعه قبل تاريخ 1/5، ومنو اللي سمح بفتح هذه الاستماره وهذا الاعلان؟ هاي مخالفه صريحه، هاي مخالفه. لذلك اليوم هي بررت بمقطع الفيديو اللي نشرته، قالت اكو سوء فهم صاير. بس بعد ايش؟ بعد ما الخريجين كلهم قدموا فايلاتهم واجوا لزموا باب المديريات واربكوا العمل، اللعب بمشاعر الخريجين مساكين مو صحيح. انت اليوم ملزمه بقرار مجلس وزراء لمن لديه اوامر اداريه ومباشرات سابقه قبل تاريخ 1/5، فشلون تفتحين للجدد؟